للإكس تكون أكبر من أو يساوي إكس واحد وأصغر من أو يساوي إكس اتنين. يعني مثلا أنا عندي احتمالية الأطوال بتاعة البشر بتتراوح ما بين 100 سنتي لغاية مثلا مترين، من 100 سنتي لمتين سنتي. ايه احتمالية ان الاطوال تتراوح من 100 سنتي لمتين سنتي؟ هلاقي الاحتمالية كبيرة جدا وتكاد انها تقترب من 99%. طيب احنا هنا بنقول probability دي الاحتمال اللي بينحصر ما بين رقمين، ممكن نمثله على رسم البياني زي ما احنا شايفين، علاقة ما بين الاكس والاف اوف اكس. وبقول هنا عند اكس واحد وعند اكس اتنين الاحتمالية اللي بتقع ما بين اكس واحد واكس اتنين هي المساحة او الاريا اندر كيرف، المساحة اللي تحت المنحنى اللي هي متعلم عليها باللون الاحمر زي ما احنا شايفين كده. طيب البروبابيلتي دينستي فانكشن اللي هو دالة كثافة الاحتمال، probability density function، يعني ايه دالة كثافة الاحتمال؟ دالة كثافة الاحتمال هي اللي احنا لسه رسمينها تحت الكيرف دي بنسميها دالة كثافة احتمال، لان هي عبارة عن الاريا تحت الكيرف. ليها شوية خصائص، الخصائص بتاعتها اول خاصية ان انا عندي هلاحظ ان الاف اوف اكس دايما اكبر من او يساوي صفر، يا اما بصفر يا اما دايما واخدة قيمة موجبة. ولو جيت كملتها على الفترة الكاملة من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية اللي هو خط الأعداد كله، يعني تكامل من سالب ما لا نهاية لما لا نهاية f of x dx، هلاقي التكامل ده بيساوي الواحد. طيب في خصائص كمان، لو أنا جيت هنا قلت كده تكامل من أول x واحد لغاية x اتنين ل f of x dx، الكلام ده هيساوي ببساطة ال probability بتاعت x أصغر من أو يساوي x واحد، سوري x أكبر من أو يساوي x واحد وأصغر من أو يساوي x اتنين، اللي هي الـ area under curve اللي احنا كنا لسه رسمينها. طيب لو أنا قلت إن أنا عندي إيه احتمال إن الـ x بتساوي x small، لو جيت حسبت الاحتمال ده لقيته طلع عندي بصفر، ده معناه إيه؟ معناه إن أنا لو جيت شفت الـ curve هلاقيه مثلا عند الـ x دي، عند نقطة قيمة الـ x دي وصل للصفر، ده معناه ان there is no area، مفيش area تحت الكيرف، وده طبعا شيء طبيعي. لو انا قلت ان قيمة ال probability هي الاريا تحت الكيرف وقلت القيمة دي بتساوي صفر، يبقى اذا مفيش مساحة تحت الكيرف والكيرف ده وصل للصفر. دي كده اكتر خصائص مشهورة عن دالة كثافة الاحتمال. طب احنا عايزين ناخد مثال على الموضوع ده ونشوف ممكن نحسبها ازاي. ده مثال كده بيقول انا عندي continuous